انا الحقيقه تجربه ناجحه جدا لحضراتكم ان انتوا تتعرفوا عليها شخصيه، يعني انا حبيتها من كلام دكتور محمد صلاح شبيب عن ربنا ابنها، يخليكم. وده اثبت لي قد ايه هي عملت مجهود كبير جدا مع ابنها، ولسه معاها مشوار بس هي قدوا باذن الله. معانا داليا حسين. سلام عليكم يا داليا. يا داليا، وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا وبركاته. داليا؟ عامله ايه؟ ازاي حضرتك يا استاذه امان؟ ازاي حضرتك يا دكتور محمد؟ ازيك، اخبارك ايه؟ داليا انت ابنك قصي، ربنا يخليه لك يا رب، هو فعلا من متلازمه داون. انا عايزه ابدا تمام. معاكي يا داليا، لما عرفتي من دكتور محمد؟ لما عرفت، لا والله انا شغاله في المكان مع دكتور انا كان محمد، معايا تمريض معايا في نفس المكان، نفس المستشفى. اوكي، وده شرف ليا يعني ان انا ربنا اكون معاه يخليك. في مكان واحد. ربنا وانا يخليك. عرفت بصراحه من المكان اللي انا ولدت فيه، من دكتور النساء اللي ولدني، تمام. عرفت ان ابني متلازمه داون. طبعا كانت صدمه في الاول بالنسبه لي يعني، بس الحمد لله يعني ابتديت بقى ان انا ادخل على السوشيال ميديا واروح لدكتور وراثه ودكتور دكاتره اطفال، يعني رحت لكذا حد عشان اتاكد ان ابني متلازمه داون او لا يعني. نفس الكونسبت. نعم، نفس الكلام. يعني ما شاء الله عليه، انا شايفاه حبيبي زي القمر وضحكته جميله، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. هو الحمد لله. طبعا في الاول كان نفسي يعني كان نفسي اي دكتور يقول لي لا مش متلازمه داون، بس الحمد لله يعني على كل حال هو دلوقتي عندي بالدنيا كلها. وطبعا ابتديت بقى التدخل المبكر من سن 3 شهور، تخاطب ومهارات والكلام ده كله، واكاديمي، وحاليا قصي 4 سنين ونص ما شاء الله. موديل قولي لنا بقى بيعمل ايه يا داليا؟ موديل، ها؟ قصي موديل فاشون. يا سيدي يا سيدي. طبعا يعني بعد ربنا ده انت يا داليا اللي في الصوره. لا بعد رب اتفضلي. طبعا وبعد بعد ربنا طبعا الفوتوغرافر اللي علمه ازاي يتصور، استاذ محمود عاطف طبعا. ماشي تمام. بس قصي حاليا في مدرسه في KG1، في مدرسه عاديه خالص. حلو جدا. انت عملتي حاجات، اخذتي باساليب كتير عشان تديله ثقه في نفسه، يعني انت ان هو يدخل في مجال مثلا الفاشن وكده، انه يدخل مدرسه عاديه، انت بتبني له ثقته بنفسه ان هو يقدر يعمل اي حاجه. جوزك وضعه ايه؟ هل جوزك، عيلتك، اسرتك، هل هم مساندينك واقفين معاكي؟ هو طبعا يعني كل الدعم لوالدتي واختي واصحابي، يعني كل اهلي الحمد لله يعني واقفين معايا طبعا، ما سابونيش خالص. بجانب ان انا بشتغل طبعا مع قصي، يعني انا بروح شغلي وبسيب قصي مع والدتي، فطبعا ربنا يبارك لي فيها يعني. امين يا رب العالمين. والد قصي يعني ممكن ما تقبلش الموضوع قوي، فانا وهو انفصلنا. انا مش عايز اقول بقى، انا مش عايز هي قالت بس ده انت بتقولي واقع وبيحصل يعني. انتوا انفصلتوا بسبب قصي. هو ما رضيش يتقبل الفكره. لا على فكره في ناس كتير يعني، دي حاجه مش مضايقاني الحمد لله على كل حال. على فكره ناس كتير بتتطلق من غير اي اسباب كده يعني. بالزبط. فانت يكفيكي شرف انك انت انفصلتي عشان تحمي ابنك وتقفي جنبه، ده يكفيكي شرف كده يعني. بالظبط كده، عشان نفسيه ابني مش اكتر يعني، لان كانت المشاكل بينا كتير، فهو ما قدرش يتقبل حاجه زي كده، او هو مش قد مسؤوليه زي كده فانسحب. فانا الحمد لله ان انا قد المسؤوليه ديت يعني. الحمد لله ربنا حطك في مكان كبير يا داليا. هتكملي المشوار وهو لسه سن صغير على انه يبدا يفكر في مستقبله وفي حياته. يعني انا ابني 5 سنين لو سالته انت نفسك تبقى ايه، يعني الحاجات دي صعبه شويه، بس انت بتحلمي لابنك بايه؟ انت نفسك تشوفي ابنك ايه؟ والله انا نفسي اشوفه نموذج مشرف للمجتمع بتاعنا، لان طبعا المجتمع بتاعنا يعني ليهم نظره مش حلوه لكل اصحاب الهمم او كل من متلازمه داون، ان هم مش بيفهموا او ان هو ده يعني. بس على فكره مش كل المجتمع، وحصل طفره وبقالنا سنتين ثلاثه الحمد لله بقى في وعي وبقى في ناس كتير يعني. يا استاذة امان يعني احنا بنتعرض لتنمر كبير يعني، ممكن حد يشوفني يقول لي هو منغولي. طب انت وجوزك قرايب؟ مش شرط انا وجوزي قرايب. دي قرايب اصلا ده غلط. ناس ماشية في الشارع كده تمشي تقول لك كده؟ لا اله الا الله. ممكن نجبة مواصلات او في اي مكان حد يسأل. طيب عايزة تقولي قبل ما نختم معاكي، عايزاكي تقولي رسالة لكل ام واب واجهوا الموضوع ده او لسه بيواجهوه، سواء كانت عرفوا اول ما الام حامل، اول ما ولدت عرفوا، يعني لسه في بدايه المرحله الاولى اللي هي مرحله ما بين رفض وما بين خضه وما بين خوف، تنصحيهم تقولي لهم ايه؟ والله انا عايزه انصحهم اقول لهم انا ابني مش مسمياه متلازمه داون، انا مسمياه متلازمه السعاده والكروموسوم الزياده يعني. الله الله الله.
متلازمه السعاده وكروموزوم الزياده. الله. انا يعني لو ربنا كرمني واتجوزت وجبت طفل متلازمه داون تاني انا مش هبقى زعلانه ولا عندي حته ان انا اعمل تحليل ان انا اعرف ان ابني اللي جاي داون ولا لا. فعايزه اقول لكل ام وكل اب يعني اتشرفوا باولادكم وافتخروا بيهم في كل مكان وحبهم زي ما هم لان دي حاجه مش بايدينا ولو ربنا شايفنا مش قد المسؤوليه دي مش هيبعتها لنا، دي هديه من ربنا والمفروض ان احنا نحافظ عليها. يا داليا ربنا يبارك لك يا داليا وكلامك اكتر من رائع. وعيطتي الدكتور ينفع كده؟ ينفع دكتور محمد يعيط بسببك يا داليا؟ شكرا يا داليا والله ربنا يخليك. ربنا يكرمك وانت بطله وفي زيك ابطال كتير وانا مبسوطه جدا بمداخلتك النهارده. مبسوطه جدا وانا مبسوطه والله ان انا معاكم وده شرف ليا انا وقصي. شكرا ليكي وبوسلنا قصي وعايزينه بقى يكبر اكتر ويشوف هو عايز يحقق ايه احلامه ونستضيفه هنا في البرنامج ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا لحضرتك يا استاذ امين. شكرا يا دكتور محمد. شكرا يا داليا ربنا يخليك. شكرا على المداخله ربنا يخليك. شكرا ليك يا دكتور.